رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم الى يوم الدين ايها المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما نسمع توجيه الشيخ زايد الله يرحمه ويتغمد روحه بالجنه دائما نسمع تلك الكلمات الرائعه وهو يحثنا على ان نتمسك باصالتنا. أصالتنا وأن نتمسك بتراثنا وأن ننظر إلى عاداتنا وأن ننظر إلى ما كان عليه السابق وكيف كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وكيف صارت الآن كان دائما يحثنا رحمه الله إلى أن نتمسك بتلك العادات الأصيلة وألا نترك ما تربينا عليه من أبائنا وأجدادنا لماذا لأن لها اثر عظيم جدا على تكوين الانسان عادات رائعه اخلاق جميله تراث ماضي جميل له قوته وله نظارته وله روعته ويمثل حضاره كانت قائمه في هذه البلاد الطيبه حتى يعني مما كتب عن الشيخ زايد رحمه الله في مع عن امه الشيخ السلام الله يرحمه ويتغمد روحه بالجنه ويتغمد روح كل امواتنا واموات المسلمين كانت الله يرحمها تعلق الحصير في جدار البيت القصر قصر الحصن كانت تعلق تعلق الحصير ولماذا حتى تذكرهم بالماضي حتى تذكرهم بالماضي كيف كان الماضي وكيف لابد ان يكونوا ولذلك كانت دائما تغرس في نفوس ابنائها الشيخ شخبوط والشيخ زايد والشيخ خالد والشيخ هزاع كانت تغرس في نفوسهم حب الخير والتمسك بالاخلاق العظيمه والعادات الرائعه الجميله ولذلك الشيخ زايد رحمه الله اللي ينظر في سيرته وفي تاريخ حياته يرى كيف كيف نشا هذا القائد العظيم كيف نشأ هذا الرجل الحكيم كيف ترعرع هذا القائد الفذ قل نظيره في هذا الزمن قل نظيره بل ندرة أن يكون هناك إنسان مثل هذا الرجل القائد الحكيم الفذ الرحيم في تربيته كان أبوه الله يرحمه شخص كان يأخذ بيده إلى مجالس الكبار. شوف كيف التربية كانت من جهتين جهة الأم وهي تؤصل تلك العادات والأعراف الجميلة وننظر كذلك بالمقابل إلى أبيه رحمه الله الجميع كيف كان كيف كان يعني رحمه الله يأخذ ابنه الشيخ زايد إلى مجالس الكبار. لينهل من علومهم، لينهل من اخلاقهم، لينهل من تلك الصفات الرائعه الجميله حتى يعني كان رحمه الله عز وجل لما انتقل الى العين لما انتقل الى العين كيف كان يعمل؟ كان يجلس مع الكبار وينظر كذلك ويتعامل معهم واستطاع ان يؤلف بين القلوب واستطاع أن يصل إلى قلوبهم واستطاع أن يوجد مجتمعا متراحما متلاطفا مجتمعا جميلا عظيما بفعل ماذا تلك التربية التي نشأ عليها الشيخ زايد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وصل الشيخ إلى العين وأوجد حضارة كان مع الكبير وكان مع الصغير كان رحيما أثرت فيه تلك الأعراف وتلك العادات التي نهلها من بيته من مجتمعه من, من أبيه وأمه تلك العادات الجميلة حتى يعني من الأشياء الجميلة مع أنه كان في شبابه يعني من تلك الصفات الرائعة التي تدل على رجولته وعلى كرمه وعلى أخلاقه من القصص الرائعة أنه إذا يعني قرب له العشاء طبعا إيش كان العشاء والعيش وبعض الأمور كان يأخذ هذا العشاء بنفسه ويذهب إلى أفقر بيت إلى أفقر بيت ويأخذ هذا العشاء عشاءه هو الى افقر بيت يعطيهم هذا العشاء. هذه الاخلاق من اين اتت؟ هذه العادات التي تدل التي تدل على رجوله حقيقيه وعلى معان جميله من اين؟ اخذها بفعل ماذا؟ وجود هناك عامل قوي ومحيط الاسره محيط العادات على القبليه منشئ عليه الشيخ زايد من خصال عظيمه ومن كرم وافاده وما وما الى سوى ذلك. نحن الان في مجتمع وصل فيه من التطور ان الواحد ما يقدر كيف يربي عياله صراحه نكون واقعيين. الواحد الان الاب يحار احيانا. لماذا؟ لانه امام يعني آه كم هائل من الموجهين <applause> سميه ما شئت من المعلمين الان اول كان عباره عن البيت والمدرسه المطوعه في المسجد وكم واحد لكن الان وين؟ السوشيال ميديا بصوب وسائل الاعلام بصوب سفرات الخارجيه بصوب كل شيء لها تاثير واشد ما يواجهه الاب وتواجهه الام الام هذا الجهاز اللي في البيت ايباد جهاز الهاتف الذي فيه كل شيء انت تربي معك ترى خمسين واحد يربي لبس السوشيال ميديا بل هذا الابن ينظر الى هذا الانسان الذي عدوه مشهورا ويتابعه ليلا ونهارا ومعه بالساعات ويتكلم معه او يتابعه اكثر مما يتابعك انت ويراك انت يمكن كيلس معك نص يمكن على الغداء ولا عشاء ولا جلسه شويه ولا توصيله في مكان معين لكن باقي الوقت عمن؟ ربي اما على فكر اما على خلق واما على هويه واما على ضياع واما واما وعد ما شئت من تصرفات ومن اعمال ومن اقوال لها اثارها الايجابيه لها اثارها العظيمه ولكن كيف يحسن الابن الاختيار ورد ذلك نقول الأسرة هي المحفل هي المحظن ولذلك سنتكلم اليوم عن هذه العادات إيجادها إحنا تشوف مقطع حدر سلك عن ابن عن ولد صغير كيف يقوم مقام الرجال يقوم مقام الرجال كلامه فعله تصرفه وبالمقابل ترى شباب كبار يتصرف تصرف ولا الأطفال بل لربما الطفل كان أفضل حالا منه في تعامله وفي ما سوى ذلك ما أحوجنا إلى أن ننظر إلى هذا المجتمع الحمد لله مجتمعنا مجتمع متماسك مترابط القيادة حريصة الحمد لله رب العالمين كل يوم مبادرة كل يوم عطاء كل يوم تصرف يعني ينظر الإنسان في بنظرة إكبار إلى تلك القيادة التي تسهر على راحتنا وعلى الحفاظ علينا حقيقة نماذج رائعة وقيادات يحتذى بها خرجت من محضن رائع فأوجدت قيادة رائعة ينظر إليها الإنسان فيشعر بالفخر أنه تبع لتلك القيادة حفظه الله فاصل ثم نعود إليك فابقوا معنا بكم أيها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتنا فضيلة الدكتور عمر الشاكر ركبيسي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والكاتب وحياك الله فضيلة الشيخ الله حياك الله شيخ طالب الله, الله, الله يسلمك فضيلة الشيخ والدكتور كذلك حديثنا اليوم دكتور عن شيء هام جدا واعتبره ركيزة من ركائز التربية وكذلك يعني من اسس التربيه التي لابد ان يولي الاب وتولي الام اهتماما قويا عظيما في تربيه ابنائهم ويوجه الابناء توجيه حول الحفاظ على الموروث من العادات والتقاليد والنظر الى الهويه حقيقه الهويه المجتمعيه الهويه الوطنيه وربط هذا الامر في التربيه وفي التوجيه وتعلم لما له من اثر عظيم جدا في يعني في اخلاق ذلك الابن، وكذلك في ما بعد ذلك من سيكون انه اب وسيكون له كذلك لربما يعني مسؤوليه وما الى سوى ذلك. فضيله الدكتور الكل يتكلم عن العادات والسنة والاعراف و تناقل الناس كلام الشيخ زاد اللي ما لا اول ما تال ولا ما لا حاضر ما لا يعني الى ما سوى ذلك وكلامه المعهود هو ان ينقل الحضاره الى البدو لا ينقل البدو الى الحضاره بمعنى يحافظ على العادات ويحافظ على التقاليد وما الى سوى ذلك. بدايه الاسلام يراعي هذه الاعراف ويراعي هذه العادات، لماذا؟ لان لها دور عظيم جدا في الثبات على الاخلاق، في الثبات كذلك على التصرف بنوحي بالتصرف في اشياء كثيره في حياه هذا الانسان. كيف رعى الاسلام تلك الاعراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة شيخ الكريم لا يخفى عليك وربما على السادة المشاهدين والمشاهدات بأن الإسلام راعى في تشريعاته جانب العرف والعادات حتى ان يعني ادله او دليلا من الادله الشرعيه ومذهبا من المذاهب التي يعتمد عليه الفقهاء في تاصيل الاحكام هو مذهب العرف ومراعاه العاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وحتى كثير من الانبياء كانوا حينما يبلغون رسائل ربهم ودعوات ربهم كانوا يواجهون يواجهون وبقوه من قبل الممانعين على ان هؤلاء يريدون ان يخرقوا العرف والعاده هذا ماذا يدل شيخي؟ يدل على ان للعرف تقدير وخصوصيه كبرى في نفوس المجتمع. سواء كان المجتمع العربي أو غيره بشكل عام ولذلك دائما كانوا يتذرعون إنا وجدنا أباءنا على أمة إنا وجدنا أباءنا على كذا ليش؟ لأن هذا الخطاب هو الخطاب المؤثر في نفوس المجتمعات إنه إحنا لدينا عرفنا ولدينا أخلاقنا ولدينا تقاليدنا وما نقبل اي واحد ان ياتي لايش؟ ليخرق ما ما الفناه من عرف او ما ورثناه من عادات ولذلك انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الكثير من العادات ومن التقاليد في 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 نفوس العرب وكان حتى العرب يعني والمسلمون بشكل عام يتأبون على الخروج عن كثير من تقاليدهم ومن اعرافهم لماذا؟ لانها تعزز جانب الاصاله فيما بينهم وبين الامم الاخرى. اليوم شيخي مثل ما قال الشيخ زايد رحمه الله عليه ما اللي ما ماله ماضي ما له حاضر، اللي ما يعتز باصاله الماضي لن يكون له بناء حضاري. ولذلك انت تشوف في كثير من الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي لايصال فكره بان هذا الدين هذا الدين انما جاء لحمايه العادات والتقاليد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله القران الكريم راعى الكثير من الاعراف التي كانت موجوده عند العرب، يعني شيخي قضيه الاشهر الحرم. الاشهر الحرم من الامور التي اعتادها العرب في الجاهليه على ان يضعوا فيها الدماء والاقتتال ويتصالحوا حتى الناس تزور البيت، ولذلك لما جاء الاسلام فقط عدل قضيه التقديم والتاخير لكن احترم هذا العرف في قضيه ايش؟ في قضيه احترام البيت واحترام الاشهر. مثلا قضيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ياتي ويريد أن, أن, أن يعيد البناء إلى ما كان عليه في عهد إبراهيم يعني بناء البيت يقول لسيدتنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد يعني كان يراعي هذا الجانب زين لأمرت بالبيت أن يبنى أن يهدم وأن يعاد بناؤه على قواعد إبراهيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الجانب العرفي في احترام ماذا؟ في احترام البيت وقداسته إلى الحد الذي قد يستغل صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه خرق العادات والتقاليد وهدم البيت ما فالنبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم أخر فعل صنيع مشروع مراعاة لما جبل عليه الناس من العرف بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شيخي في كثير من الأحيان كان يقابل من يحترم الاصاله في هويته في لغته في ملبسه في شكله يقابله بالاحترام يعني مره جاءه رجل احنا يعني هذه من الامور المهمه التي ينبغي ان يعتز بها الانسان في هويته هي اللغه فيجي في شخص يقول له يا رسول الله هل من بر في صيام في سفر كلمه بلهجته فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب عليه انك بين يدي وفي قريش وتتكلم بهذه اللهجه بل اجابه بماذا أجابه بلهجته التي سأله فيها فقال ليس من بر في صيام في سفر بنفس الطريقة حتى يبين لك بأنه أنت اليوم من تحترم لهجتك من تحترم لغتك الناس يحترموك النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم حتى سلم. في قضية مراعاة شيخي العرف ومراعاة العادة ومراعاة التقليد حتى في المطعم يعني أنت مثلا ممكن ممكن أن تكون لديك تقاليد خاصه في مطعمك وفي ماكلك وفي مشربك انت لا تنفر منها ولا تسمح مثلا للغزو الحضاري أو للفكر الآخر أن يختزلك أنت في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه أنت اليوم مثلا عندنا بعض التقاليد أو بعض الطقوس اللي تتعلق بالمطعم نوع من الأطعمة الفلانية والكذا غزوتنا مثلا الأطعمة السريعة ما يعني أنك أنت تلغي صحيح. تراثك فيما يتعلق بهذا المطعم أو هذا ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. لما انتقل إلى المدينة وقدم له الضب فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحرام هو قال لا إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي تعافه انا في في عرفنا وفي تقاليدنا يعني لما كنا في مكه انه ما ناكل الضب قالوا احرام هو قال لا يا رسول الله لكن يعني نفسي لا تقبله ولذلك النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم كان يحترم حتى العرف في مطعمه وفي ماكله احيانا انت شيخ تشوف لما تسافر بعض الناس قد ينزع ثوب ثقافته الاخلاقيه والخاصه وهويته كلها قد يتنازل عنها مقابل ان يظهر للاخر بانه هو يعني لديه نوع من الحداثه فتشوف انه 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 مثلا لا ياكل ماكله، لا يشرب مشربه، لا يلبس ملبسه، وهذا نوع حقيقه نوع انا اعتبره من الهزيمه الشخصيه امام الاخر انك انت لا مثل ما هو يعتز بمطعمه ومشربه، انا اعتز بثقافتي وبتقاليدي حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف لما ذهب الى مذهب الى ديار حليم السعديه. نعم. كانت عباره عن امور كي يتربى فيها رسول صلى الله لا عليه لا وسلم لا على العادات وعلى أعراف وعلى لا لا على كيفية تنشئة على أن تكون نشأة صحيحة جميلة رائعة قوية لها مكانتها وكان لها تأثيرها على النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني فعلا شيخي شوف حتى يبين لك أنه مكانة العرف العرف الصحيح هو أثر حقيقة في تنشئة الإنسان بحيث مثلا أن الأسرة والعائلة تتنازل عن فلذة كبدها لفترة من الزمن سنة سنتين حتى يتأصل على تلك الطبائع وتلك التقاليد التي إن شب عليها شب وهو رجل يقارع الصحراء ويقارع الحياة يعني حتى في الأحكام الشرعية تراعي فيها العادات، العادات محكم. ينظر فيها والأعراف ينظر فيها العرف عرف يعني في البلد مثلاً في نمط عيّان في شروط الزواج نعم مثلاً في أمور معينة في أهلية الإنسان في يعني اتخاذها في أهلية الزواج وما إلى سوى ذلك كذلك في الفتاوى في أشياء كثيرة جداً نعم ينظر فيها إلى نعم عرف صحيح المجتمع أو الأرض التي فيها لذلك نجد الشافعي رحمه الله كله قول إنما كان في العراق. كان له قول ما ذهب الى ذهب؟ مصر كان له قول اخر نعم هذه شيخي يعني مثل ما ذكرت انت جزاك الله الف خير العرف والعاده لها اثر في بناء الحكم في كثير من الاحكام يعني الامام الشاطبي في احدى يعني مقولاته المشهوره عنه من جاءك يستفتي وهو من اقليم اخر فلا تفته بمحض ما استقر عندك انت من عرف وهو من اقليم اخر وانما تفتيه بماذا تفتيه بما يناسب حاله وبما يناسب بيئته ولذلك مثل ما ذكرت أن الإمام الشافعي كان له مذهب لما كان في العراق ولما ذهب إلى مصر أصبح له مذهب آخر فيقال في المذهب القديم وفي المذهب الجديد كثير من الأحيان شيخي تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد والعلماء من بعد يتعاملون في الفتوى بناء على انتقاء تغير العرف وتغير العادات أحيانا تجد الفقه يُفتي بفتوى في هذا الباب، ثم تجده في مكان آخر يُسأل نفس السؤال، لكنه يُفتي بفتوى أخرى بناءً على ماذا؟ بناءً على أن عادات ذلك البلد أو تقاليد ذلك لها تأثير على قضية تقبل الحكم. أو حتى عدم تقبل دكتور نحن في المركز الرسمي إفتاء ما ترد من المسائل إلى الهيئة ينظر فيها ذلك البلد اللي في الخارج. فياتي حين الجواب أنتم أعلم بأمورها ذلك، فرجعوا نعم. إلى علمائكم، انظروا نعم. إلى نعم الفتوى التي نعم. عندكم، لماذا؟ لأن نعم. بعض القضايا النازلة نعم. لا يعلم الإنسان ما فيها من متعلقات إلا من كان فيها، والحكم على شيء فرع عن تصوره نعم. فلا, يط... فلا يبنى على يعني فتوى معينة أو حكم معين إلا بناء على معرفة شاملة كاملة للواقع اللي هو فيه. فضلة الدكتور التربية حقيقة إحنا يعني حديثنا عن التربية وما تواجه الأسرة حقيقة في هذا خاصة نحن في هذا يعني الأيام من يعني الآن يوم أنا أتناقش مع البعض فيقول لي والله صراحة الأول يعني أول دكتور يب ما شاء الله يب عشر أقل وأكثر ما يحمل هم التربية صح البيئة روح تربي صح البيئة مربية صح عندك المطوع منصوب عندك البيئة الأهل منصوب ما في امور يعني تؤثر على سلوك هذا الانسان، لا توجد قدوات سيئه، لا توجد مؤثرات خارجيه تؤثر على عقل وعلى فكر ذلك الابن وتوجهه توجيها غير صحيح او خاطئا. لكن الان فضل الدكتور كان اليوم قاعد اتناقش مع بعض الشباب واحد يقول يعني الاول لو يب ما شاء الله اكثر عن 15 واموره طيبه. لا راني يعني يفكرون بخمسه. قل العدد سته خمسه شيخ الان صار اثنين وواحد بعد <applause> خمسه سته لماذا يفكر هذا التفكير؟ يفكر في التربية يفكر كيف أربي يعني هذه يعني هذه مشكلة بالنسبة له أنا وكيف أربي هذا الابن التربية الصحيحة طيب لماذا نطق هذا الشاب وتفوه بهذه الكلمات بناء على ما يرى من من حوله دكتور هناك أسس في التربية لابد أن ننظر إليها هناك شروط هناك قواعد لا بد أن ينظر إليه الأب ولا بد أن تنظر إليه الأم لا بد أن ينظر الزوجان في حياتهما إلى تلك الأسس لا يظنان أنه مصنع تفريخ فقط اللهم أبناء فقط وأكل وشرب ولباس وددي مدرسة وردة والحمد لله ماكل وشارب والحمد لله معطية سيارة ومرتب لأمور حياته كلها لكن في واقع الحياة هو متروك تؤثر عليه السوشيال ميديا كما يقولون تؤثر عليه هذه الوسائل كلها تصب في عقله تصب في سلوكه تصب في عاداته تصب في أخلاقه فيصبح هذا المسكين هذا الابن يعني محطة لثقافات متنوعة متعددة ومن أطياف متغيرة فيخرج لنا سلوكا لا نعرف كيف هو شيخ طالب خليني أقول لك شيء يعني حقيقة للسادة المشاهدين والمشاهدات احنا في عصر لم تعد فيه الوسائل التربويه محصوره كما ذكرت انت في في المدرسه كانت في السابق وفي الاسره والمجتمع يعني مثل ما ذكرت انت المجتمع يربي والمدرسه كانت تربي لأن يعني المعلم كان مربي له شطر كبير من التربية صحيح. ربما حتى يتفوق على البيت صحيح. وكان البيت كذلك يتربي وكان بين هذه الثلاثة نوع من المؤازرة والمناصرة اليوم شيخي دخلت بدائل تربوية جديدة البديل الأول شو نسميها العوامل المنزلية يعني اليوم البيت في في كثير من الاحيان في اكثر من شخص يساعد في البيت في التربيه وفي التنشئه هذا واحد البديل الثاني شيخي هو البديل الالكتروني هذه التقنيه الجديده وهذه شيخي انا اعترف بانها سرقت منا ابنائنا والى الان لا تقول لي انا اطلعت شيخي وحاولت ان اكون جاد في ان تجد انت يعني طريق لاسترداد نسبي لعيالنا من هيمنه شبكات التواصل الموضوع الى الان في خلل جدا كبير. الان ابنائنا في احضان اجهزه التواصل بشكل مخيف. والبديل الاخر شيخ البديل الاعلامي. البديل الاعلامي، البديل الالكتروني، بديل الخادمات في البيوت. كلها هذه اليوم شيخي دخلت لتساهم في صناعة الجيل الجديد أنت البديل المنزلي الشغالة أو المربية أو ما شابه ذلك ممكن أنت أن توجعها ممكن أن تراقبها لكن البديل شيخي الألكتروني إلى الآن إحنا ما نستطيع إلا بشكل فردي أن نوقف حجم التطور وحجم الانفتاح اللي قاعد يغزي عقول أبنائنا ويغزي بيوتنا وإحنا في نقطة جدا خطيرة شيخي إنه إحنا الآباء ما من نريد من ناخذ دورنا التربوي يعني في كثير من الاحيان لما تكون سجالات نقاش او جلسات لنبحث عن حلول يقول لك يا جماعه انتم في الاوقاف لازم تسوون دروس انتم في التلفزيون لازم تسوون طيب انت شنو دورك انا كاب اليوم متاثر بالتقنيه واريدكم تبحثوا لي عن حلول لعيالي، ما اريد اخذ انا الدور وانهض بدوري كاب وتنهض بدورها كام في معالجه الامر وهذه شيخي حقيقه ما صحيح. تكون ما تكون بقرارات او بتوجيهات مطوع دائما انه لا ممكن يستجيب بها واحد او اثنين، لكن لازم تكون هناك منهجيه توجه عبر المدارس وعبر الاعلام ان ياخذ دوره في برمجه استعمال ابنائنا لاجهزه التقنيه احنا اليوم شيخي ما عندنا برمجه لانه احنا فلسفه التربيه في بيوتنا اصبحت غائبه يمكن شيخي انا ذكرت من هذا المنبر او في منبر اخر انه القران الكريم حينما يامر بالنظام الأسري في حينما يأمر بتنشئة الأسرة يرمز إلى مفهومين مهمين في حياة الزوجين أول جانب الجانب الوالدي والجانب الثاني شيخ الجانب الأبوي الجانب الوالدي شيخي هو جانب رعاية يتعلق بالإنفاق على الأبناء ورعايتهم والتفكير بمستوى عيشهم هذا جانب والدي وهذا شيخي تشترك في كل المخلوقات كل المخلوقات حتى الحيوان فيها ايش الغريزه الوالديه ولذلك القران الكريم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لكن شيخي القران الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم علمني ايش او رمز لي في الحياه الزوجيه في النظام الاسري الى الجانب الابوي ولذلك قال لك في قضيه التنشئه في قضية التنشئة كل مولود يولد على الفطرة من الذي ينشئ؟ الأب والأم الأب ما قال الوالد الوالد شيخ يربي حتى يكبر يوكل يشرب هذا والد ولذلك مو كل والد أب قد تجد أنت أحيانا يعني بالنسب هذا والدي لكن ليس له أي دور في البناء التربوي. قد تجد أنت امرأة هي هي إيش والدة هي والدة لكن ليست بالضرورة أن تكون أم لأن ليس لها أي ميدان في إيش في التوجيه وفي غرس القيم والمبادئ الأصيلة. ولذلك إحنا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد يفقهنا في أمور الحياة لما يجي صحابي يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني بتربية من اللي ربينا ما قال لوالدتك قال أمك الوالدة ثم أمك لا لا شيخي مفهوم الأمومة حتى بيفهم الحقوق هنا ما عليه مفهوم الحقوق شيخي أنت القرآن الكريم كفل للوالدين سواء كانت والدة أو أمة كفل لهما جانب الرعاية والبر وبرا بوالدتي انتهينا جانب البر من الابناء هذه قيمه اصيله في المجتمع الاسلامي لا يمكن بل هي ثابت من الثوابت امك حتى وان كانت ليست مسلمه فلها ايش والدتك فلها جانب البر لكن احنا النبي صلى الله عليه وسلم شيخي يفطن بالجانب التربوي أن الأم هي التي تساهم في البناء الفكري وفي البناء التربوي الأب هو الذي يغرس القيم ويغرس التقاليد فانظر إلى نفسك في أي جانب أنت؟ في جانب الوالدية أم في جانب الأبوية؟ الإنسان الوالدية مسؤولية شيخي لكن المسؤولية الحقيقية هي إيش؟ الجانب الأبوي إحنا اليوم يا شيخ طالب من ريد نربي عيال صغار ونكبرهم؟ احنا نريد نربي عيال صغار ونوعيهم ولذلك انت قد تجد صغيرا يقارع الكبار وقد تجد كبيرا لكنه اشبه بطفل أكبر صغير. أكبر صغير أكبر فاصل فضل الدكتور ثم نعود اليك اقوم علي المشاهدين بعد الفاصل نكمل مع الدكتور عمر. مرحبا بكم ايها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتنا فضيله الدكتور عمر شاكر البيسي. دكتور احيانا تصادف يعني ذلك الفتى الذي يغار حقيقه الغيره المحموده الجميله الايجابيه على اهله فتعجب بهذا الجمال الرائع من الغيره التي عنده واحيانا تقف يعني تحترم ذلك الشاب الصغير أو الفتى الصغير وهو يعاملك يعني بكرم وسخاء وعزة نفس جميل جداً وأحياناً تجد ذلك الفتى وهو يتكلم يتكلم في المواقف الرجولية يصبح كأنه رجل ويواجه الناس كيف يسلم عليهم وإن أتى المسجد وإن خرج من المسجد ويراعي الكبير كما يراعي الصغير يتعامل بأدب على وفق طبقات معينة من البشر المعلم كيف يعامله حتى الخادم كيف يعامله لا يقول الله هذا من جنسية أخرى لا هذا كبير يحترم ويقدر وتلك امرأة لها تقديرها واحترامها ويعني في الشارع يحترم الآخرين ينظر يعني يتعامل يعني ب بأسلوب رائع وجميل جدا هنا تنظر إلى أسرة يعني رأت إلى ذلك الفتاة فقامت بتربيه التربية الصحيحة دكتور ما هي أهم العادات التي لا بد أن نؤكد عليها ونركز عليها في تربيتنا لأبنائنا جزاك الله خير شيخي الحقيقة شيخي العادات الأصيلة هي كثيرة وفي كثير من الأحيان إن لم أقل في كلها هي مستمدة من تعاليم الإسلام صحيح وأجمل وأجود ما يتميز به الإنسان المسلم هي خلق الضيافة أنت أينما ذهبت أينما ذهبت تجد أن المجتمع العربي والمجتمع المسلم بشكل عام يتميز بخلق الضيافة التي أوجدها الإسلام في العرب الله. وأكد عليه الإسلام بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله وسلم. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال أن يطعمه وأن أن, أن يعني يسكنه ويطعمه لثلاثة أيام لا يسأله عن شيء بعد ذلك ممكن أن يسأل أنت تريد شيء أو تبقى أو تروح أما أنت ثلاثة أيام من حق الزائر أن يأكل ويشرب وينام دون ما أي سؤال وهذه شيخي تقاليد ألفتها المجتمعات المسلمة وهي إيش؟ محبة لهذا الشيء لأنه مثلا المجتمعات الأخرى تقول لك أنا عندي الدرهم هذا مقابل شيء أنا ليش أجي أعطيك من شيء من قوتي من كسبي من تعبي من احيانا تجد بحكم الانفتاح العالمي انه ابنائنا بداوا يتاثرون في قضيه ايش؟ في قضيه يعني احنا على ايامنا شيخ طالب كنا لما نطلع المطعم او بالمدرسه مره ادفع عنك مره تدفع عني هي بالنهايه نفس الشيء لكن هو ايش؟ هي قيمه قيمة كرم أنه أنا سهل. اليوم أدفع عنك وبالمرة الثانية أنت تجي عني اليوم تشوف مثلا العيال لما تجي أنت تريد تدفع عن واحد وأنت بمطعم يقول لك ليش هذه فلوسك انت تعبان فيها ليش تعطيها للاخرين؟ هذا مو منطق هذا مؤشر يدل على آه توجه على, على التاثر سلوك معين يعني مثلا شوف ال ال احيانا نكون احنا بال بالباصات في اللي ينقلنا من الطائره او كذا فانت تجد ناس كبار والفتره قليلة، فأنت تقوم تقف والقصد في شباب جالسين وفي نساء واقفين وفي كبار واقفين، فأنت لما تشوف مرأة كبيرة أو أو مرأة بشكل عام حتى وإن كانت غير كبيرة تأبى رجولتك أن تجلس أنت، ثم فأنت لما تقوم تقوم هذه نقطة جدا مهمة يعني حقيقة في الحلول أن تكون التربية أصيلة منك. مبادره منك اليوم ما ينفع شيخي انت تجي ايش؟ انت تقول قوم اذا شفت اذا شفت مره كبيره او كذا قوم اجلس خلي هي تجلس ما ينفع. لازم انت تطبق لانه الابناء يرصدون كل حركه وكل سكنه تصدر منك فانت بادر بهذا العمل أمامهم من أجل أن تزرع هذه القيمة اليوم قيمة الكرم لما النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم والله يا شيخ مرات أنت من تقدم شيء من قبيل الكرم يعني في, في قبل فترة جو ناس أجانب ودعيناهم إلى البيت وهم مو مسلمين وقدمنا لهم يعني المعتاد في الأكل والمشروب ما يفعله أي عربي في, في بيته خرجا وهم يقولون والله جئنا ونحن نحمل صورة عن المسلمين وذهبنا ونحن نحمل صورة مغايرة تماما عن المسلمين كيف انتم في بيوتكم تستقبلونا وتقدمون المطعم والمشرب وانتم فرحانين هم في غايه من الذهول انت تقدم شيء لشخص بدون مقابل هذه ما ما معتاديها شيخي في ثقافاتهم ولذلك لما انت تبرمج او تبرهن لهؤلاء بان امه قائمه على التسامح قائمه على العطاء قائمه على المبادره على حب الاخر ينبهر بهذا التصرف فاذا من الامور اللي لازم نغرسها في عيالنا انه يوم يجيك ضيف ابني قوم استقبله وقوم قدم له وقوم حط له الواجب ما تجي انت مثلا تقول لا هذا صديقي وانا ياكل اكل عنده بالبيت وندفع نجيب بالطلبات وانا اجي لا انت اليوم تخلي تخلي مثلا راعيه البيت او مثلا ضيف الولد لانه عند ضيف يقول لك ما اريد او احنا نطلب لازم يشعر الابن بانه من دخل بيتك فله عليك طيب. حق الحفاظ على الامانه. يعني كان ما يتميز به تلك العادات وهي راسخه في الاسلام هي الحفاظ على الامانه. وان يكون هذا الانسان امينا يعني يعرف الرجل بامانته، يعرف بنزاهته، يعرف بعدم غشه، يعرف بعدم خداعه، يعرف برجولته وثباته. كيف نؤصل هذه القيمة حقيقة لأنه ينبني عليه ولاؤه لوطنه انتماؤه لوطنه ولاؤه لقيادته انتماؤه لقيادته هذه لها دور كبيرة جدا حينما ينشأ يعني الأبن عنده هذه العادة والركيزة الأساسية هو شيخي الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خلق يتجذر في قلوب الرجال ومن ومن يعني ومن لم يتعلم الامانه ولم يتلقى الامانه فلا تنتظر منه اي يعني اي نجاح في حياته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم الامانه اشتهر فيها وهي ابرز صفه اعترفت بها فيها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصدق والامانه، ليش؟ لان دائما الانسان شيخي في حياته تعترضه مغريات تدفعه الى الكذب احيانا تدفعه الى ايش؟ الى الريبه احيانا. ان يقدم هواء نفسه بالضبط، يعني في على شيء آخر. لا يمكن ان تجد انسان الا وفي مرحله من مراحل حياته يتنازل عن جزء من الامانه، يتنازل عن جزء من اخلاقه لمساله يراها هو من قبيل الاغراء، اي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الف الناس منه طبع الامانه فاختاروه وشهدوا له من حيث حيث لم يتفقوا في الشهاده على احد فقالوا الصادق الامين ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد شخص يتطلع لشيء قد يقنع نفسه بأنه ليس من قبيل الأمانة لا يرده خلي بالك أنك أنت هنا غادرت جانب الأمانة لما يروح صحابي يرسله اجبل الزكاة فيجي يقول ما خف شيء هو بس كان باجتهاد يرى بأن ما أهدي له له فقال هذا لكم هذه الزكاة لكم وهذا أهدي إليه في كثير من الأحيان يجتهد بعض المندوبين لما يروح يشتري وهو يعمل في المؤسسة يشتري بكل أمانة ويفاصل ويجادل إلى أن يصل إلى أقل الأسعار لمؤسسته، ثم تقوم المحل التجاري بإعطائه هدية لأنك أنت اختاريت محله، ويعتقد بأن هذه الهدية له، لماذا؟ لأنها لم تسهم في مثلا وضع سعر آخر لم تسهم مثلا في إغرائه في شيء وإنما هو خدم المؤسسة لكن هذا لا يحق له وينبغي أن يردها أو أن يخبر صاحب الشأن لأنه إنما اشترى بأموال تلك المؤسسة فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل يرسل من قبله ثم يفاصل هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فهلا قعد أحدكم في بيت أمه أو أبي فينظر ينظر أيهدى إليه شيء ولذلك أنت اليوم عندك مسؤولية وطن مسؤولية وطن من, من ناحية البناء مسؤولية وطن من ناحية المحافظة على المنجزات والمكتسبات مسؤولية وطن من حيث السمعة اللي تمثلها أنت كابن هذا الوطن في في حلك وفي ترحالك أنت هذا الوطن وصل إلى مرتبة من الإنجازات لا ينبغي أن تسافر أنت إلا وأنت تحمل كل تلك القيم صحيح. والتقاليد التي أنجزها أو أنشأها أو أنشأتها تلك الدولة ولا راح تكون أنت قصرت في الامانه التي ينبغي ان يكون عليها الانسان في مثل هذه المواقيات دكتور في يعني توجيه الابناء الى الحفاظ على هذا الموروث الرائع من العادات والاخلاق فما هي ابرز تلك المعوقات شيخي احنا خلي اه كم عندنا وقت ما في خمس دقائق نعطيك اياها احنا عندك محور ثاني ولا هذا اخر شيء بس لان احنا نريد الحلول شيخي المعوقات احنا اليوم امام انفتاح عالمي. الانفتاح العالمي شيخي اخرج السيطره من الوالدين ومن المدرسه ومن المؤسسات احيانا في السيطره على، احنا اليوم عيالنا يراقبون الموبايل وهم ياكلون، يذهبون الى المدارس وموبايلاتهم ويانا. احنا نحتاج حقيقه الى تظافر الجهود التربويه والتعليميه والاعلاميه. الاعلاميه يعني كافي شيخي احنا اليوم نمثل مسلسلات مثلا تتعلق عن كذا وعن خلينا نمثل مسلسلات تبين خطر الجانب التقني على تربية الإبن وعلى تشويش فكره وعلى تشويش عقله خلينا نسلط الضوء على أن الأسرة الـ 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 المحافظة هي الأسرة التي تستطيع أن تواجه هذا الزحف في 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 ايش الزحف التقني والعلمي بدون ضوابط وبدون حدود، هناك اسر كثيره استطاعت ان توقف هذا الزحف لكنها محدوده، واحنا شيخي لا زال الامر في اتساع ويوميا قاعد تطلع اكتشافات اخرى ولذلك يعني في في المستقبل ممكن انت ان تفقد السيطره تماما عن عيالك، ليش؟ لان الطفره النوعيه والعلميه قاعدة تمشي بسرعه صحيح. وممكن احنا كاباء ما نقدر نواكبها صحيح. لكن هم مواكبين لها ولذلك من نجي احنا نواجههم او نريد نوجههم انا ما اعرف هو عن ايش يتكلم او في اي خلد يدور ولذلك احنا اليوم محتاجين شيخي الى دراسه تاصيليه عن طريق مثلا المدارس، عن طريق ال الإع... عن طريق المفكرين كيف احنا نحافظ على موروثنا الثقافي والعلمي واصالتنا الفكريه والدينيه بحيث ما نختزل احنا ما نضيع في خضم ايش هذا العالم المنفتح احنا لازم تبقى لنا ايش خصوصيتنا الاخلاقيه والثقافيه والدينيه امام المجتمعات حتى نكون حتى احنا محترمين امام تلك المجتمعات، واهم شيخ النقاط حقيقه اللي اللي تعزز من القيمه الثقافيه اليوم هم الوالدين. اليوم الوالدين عليهم مسؤوليه كبيره وخطيره اكثر واكبر من ذي قبل. صحيح. يعني سابقا مثل ما قلت شيخ المطوع يربي والمجتمع ربي يعني انت لما كنا احنا صغار شيخ طالب نريد نسوي شغله منا منا يقول لك أي بخاف فلان يشوفك خاف بيت فلان خاف جيراننا خاف كذا الان ما لا يبالي فيه. لا يبالي صحيح. وكل شيء شيخي متاح له الان أنت اليوم بحاجة إلى أن تكون رقيب ورقيب جدا مهم في لصيق لعيالك في تصرفاتهم وفي أفكارهم وفي ما يقرؤون وفي ما يشاهدون لكن كيف؟ هذه النقطة المهمة، احنا ما نريد نكون رقباء مملين جدا بحيث انه انت شو تسوي وليش وكذا، لا خليني أصل جانب الحوار الهادف المتوازن بيني وبين ابني. جانب الوالدية اخليه بصفحة وجانب التغ انزل الى الابن باسلوب حواري شو اللي عندك اليوم شيخي يفتهمون حتى ما تريد انت تريد تقول <applause> مثلا ابنا اقول لك شو الموبايل مالك قال بابا ترى ادري انت تريد تشوف شنو اسوي وما اسوي يعني كذا يعني هم قارين اكثر مما <applause> احنا قاريهم الله يجزيك خير الوقت خلصنا يعني خلصنا ولكن احنا هذه رساله نوجهها لكل اب ولكل ام حقيقه لابد ان ننظر الى ابنائنا الى من ينظرون والى من يتابعون فأكثر الأبناء انما يتابعون بذلك الشخص الذي تميز باستخفافه وبتلك التصرفات الحقيقة تعتبر هي مسيئة لأخلاقه ومسيئة لمجتمعه فأبنائنا يعني حقيقة يتابعون أولئك الذين لا خلاق لهم في كثير من التصرفات فنحافظ على أبنائنا فإنهم أمانة والله عز وجل سيحاسبون عليها ولك الشكر. فضيلة الدكتور على طرحكم لكم أيها المشاهدون إلى اللقاء الآخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته